العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا السيد الرئيس، شكرا للأستاذ أعضاء اللجنة المحترمين، شكرا للحضور الكريم. مداخلتي كما أشار السيد الرئيس، وإن كان فيها الخير، هي الفكر العربي المغربي دعوة إلى وجوب النظر ونفي التقليد. مداخلتي إن شاء الله ستجيب على مجموعة من الأسئلة. هذه الأسئلة منها: لماذا اختار المغاربة المذهب الأشعري؟ السؤال الثاني: من أدخل مبادئ الفكر الأشعري إلى المغرب؟ السؤال الآخر: كيف دخل الفكر الأشعري إلى المغرب؟ السؤال الأخير: ما هي المراحل التي قطع هذا الفكر حتى أصبح فكرا رسميا في المغرب إلى آخره؟ فأقول: يشكل الجانب العقلي للأمة المغربية عبر تاريخها الطويل ثالثا من ثوابت الدولة المغربية ومعلما من معالم هويتها الثقافية. ولما كانت العقيدة الأشعرية قد ارتبطت بتاريخ المغرب ارتباطا قويا وطويلا امتد ما يقارب 10 قرون، فإن الاهتمام بتاريخ حضورها وتطورها في هذا البلد يشكل مطلبا علميا جديرا بالاهتمام والمتابعة. إن الحضور الطويل للعقيدة الأشعرية في المغرب باعتبارها العقيدة الرسمية جعل مضامينها تؤثر بكيفية أو بأخرى في مجموع مناهج الحياة الدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية، فعكست جميعها فكرة القضاء والقدر والقدرة المطلقة للذات الإلهية وإمكانيات رؤية الله سبحانه وتعالى وأمور أخرى. من هنا تبرز أهمية إعادة اعتبار لهذا الفكر وتجديد قراءته وتطوير مقولاته وإعادة تقعيد قواعده تمشيا مع روح العصر ووفقا لمقتضيات الحوار الحضاري. كما أن الحاجة ماسة اليوم للتذكير بدور المغاربة في المحافظة على العقيدة الأشعرية والرغبة في إحياء هذا التراث والتذكير بماضي بغية تقويمه وتطويره. لقد اختار المغاربة مذهب الأشاعرة لما لمسوه فيه من حفاظ على جوهر العقيدة وحرص على ترك التشبيه والتعطيل، ولما لمسوه فيه من وسطية تتجاوز القراءة الحرفية للنصوص كما تتجاوز التأويل البعيد الذي يصادر دلالة النص من غير داع ملجئين إلى ذلك. وهكذا وقف الفكر الأشعري موقف العدل والاعتدال من كل القضايا التي بلغ التباين فيها حد التناقض، فقد اختلفوا في قدم كلام الله. قال بعضهم: إنه قديم حتى في أصواته ورسومه. وقالت المعتزلة: إنه مخلوق. لكن الأشعري توسط فميز بين الكلام النفسي الذي رآه قديما دون غيره. واختلفوا كذلك في حرية العبد،
حالة الجبرية بانتفاء قدرة العبد، وجعل نسبة الفقر مجازية، وقال المعتزلة بإثبات القدرة، لكن الأشعري قال بنظرية الكسب المثبت لفعل العبد وخلق القدرة عند الكسب، وقالت المشبهة برؤية الله بالأبصار في الآخرة ونفتها المعتزلة، لكن الأشعري أثبت الرؤية ولكن من غير تحديد. لقد شكل المذهب الأشعري منظومة فكرية متكاملة أسعفت جماهير الأمة الإسلامية بقدرة فائقة على الدفاع الجامع بين النقل والعقل، لأن أصحاب العقول متطابقون وأرباب النقول متوافقون، وذلك عن جميع قضايا العقيدة. وتمكن المذهب الأشعري من وفق كثير من التيارات التي كانت تقدم نفسها للناس على أنها المنفردة بمخاطبة الفكر دون سواها. لقد هددت جملة من العوامل اختيار مغاربة للعقيدة الأشعرية، نجملها فيما يلي: أولاً، أنها عقيدة التوحيد التي ارتضاها أهل السنة والجماعة. يقول ابن السبكي رحمه الله: اعلم أن أبا حسن الأشعري لم يبدع رأياً ولم ينشئ مذهباً، وإنما هو مقرر لمذاهب السلف، مناضل عما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانياً، أنها عقيدة الوسطية والاعتدال، فهي عقيدة وسط بين مذهب الاعتزال الذي تبنى مواقف متطرفة فأثبت وحدة الذات الإلهية ونفس الصفات الزائدة، وبين منهج أصحاب التشبيه، ولذلك توسط الأشعري بين المناهج. يقول ابن خلدون رحمه الله: وقال بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين، فتوسط بين الطرق. ثالثا، فهي العقيدة الوحيدة التي جمعت بين المالكي والشافعي والحنبلي، وهي العقيدة أيضا التي جمعت بين الصوفية والفقهاء، وهذا ما تؤكده الأبحاث الفقهية والأصولية التي غالبا ما تبدأ بمقدمات نجد فيها النفس الأشعري أسلوبا ومضمونا، كما نجد فيها مباحث كلامية كجواز التكليف بما لا يطاق ونفي الغرض عن أفعاله سبحانه وتعالى وغير ذلك من المباحث التي تدل على أن العلماء كانوا حريصين على التعريف بالمعتقد الأشعري. إن الالتزام أو التزام أهل الغرب الإسلامي وخصوصا أهل المغرب بالمذهب الأشعري له أكثر من دلالة في سياق الحضاري والتاريخ، ذلك أن العقيدة الأشعرية في تراب هذه البقعة الجغرافية كانت مقوما من مقوماته الفكرية، ولقد عبر على هذا عبد الواحد بن عشير المتوفى سنة 1040 هجرية عن هذا المعنى في منظومته المعروفة والمشهورة المرشد المعين بقوله: في عقد الأشعري وفي قنانه وفي طريقة الجنيد السالك. فضبط عقيدة أهل المغرب الإسلام عقيدة أشعرية، مما يعني أن دخول هذا المذهب في هذه المنطقة لم يكن حدثا عابرا، وإنما تميز بكونه عرف تأصيلا وترسيما وتطورا امتد من القرن الخامس الهجري إلى يومنا هذا. ولعل الإشكال المركزي الذي يطرح
في هذا المقال هو عن طبيعة المناخ العام لاعتناق أهل المغرب للعقيدة الأشعرية وصيرورة تشكل هذا المذهب في التربة المغربية ومكمن السر في تشتت المغاربة بهذا المذهب إلى يومنا. أسئلة كثيرة يمكن أن تطرح في هذا الصدد، ومما لا شك فيه أن تتبعنا لمختلف الأطوار التاريخية التي مر بها هذا الفكر في هذه المنطقة بالذات سيكشف لنا الآليات والميكانيزمات التي كانت تحركه وأوجه تميزه واستقلاليته عن المدرسة الأشعرية في المشرق، وهذا يبين طبيعة العلاقة الجدلية القائمة بين هذا الفكر وخصوصية واقع المغربي المميز وملابساته التاريخية والاجتماعية والسياسية التي عرفها، سيما وأن الفكر الأشعري المغربي قد عرف قفزة نوعية سواء من حيث تطوره التاريخي أو من حيث مضامنه وثوابته أو منهجيته. لم يكن الغرب الإسلامي بمحفل عن التحولات الفكرية التي تعرفها ابن المشرق، كما أن علماء المشرق أنفسهم كانوا حريصين على أن تصل آراؤهم ومذاهبهم إلى مختلف ربوع العالم الإسلامي. السؤال العريض الذي يمكن أن يطرح أيضا، من أدخل مبادئ الفكر الأشعري إلى الغرب الإسلامي؟ هنا اختلف آراء الباحثين في هذا، إلا أن جميعها تكاد تجمع على أن إحاصة هذا الفكر ظهرت في القرن الرابع الهجري، ومنها من يزعم أنه كان في حياة أبي الحسن الأشعري، ومن المؤكد أن هذا الفكر كان موجودا ومعروفا زمن المرابطين، وقد دل على ذلك استقرارنا لمختلف الأدبيات التي أرخت للفكر الأشعري المغربي، ومن ذلك ما أورده محمد بن تويت الطنجي متوفى 1974 في تقديمه لكتاب ترتيب المدارس، إذ يقول عن المدرسة الأشعرية المغربية أيام المرابطين: هذه المدرسة المغربية كانت على علم تام بالجدل والمناظرة وأصول الدين والكلام على مذهب أبي الحسن الأشعري، وإن كتب الأشاعرة في علم الكلام كانت معروفة بين رجال المغرب يتدارسونها في كافة أنحاء المغرب. ومما يؤكد كلام ابن تويت هذا ما لمح إليه الناصر في الاستقصاء، حيث يقول بعد أن نقل كلام ابن تويت وانتصر له ثم تحفظ قليلا فقال: وإن كان المذهب الأشعري قد ظهر في المغرب قبل ابن تومس ظهورا ما، ثم إن القول بأن بداية دخول الفكر الأشعري رسميا إلى المغرب زمن المرابطين فيه إشارة إلى أن المذاهب الكلامية التي سبقت المدرسة الأشعرية قد تسربت إلى المغرب خصوصا مع بداية الحرب الثامنة لدخول العرب الفاتحين إلى المغرب. ومن هذه المذاهب الخوارج، المعتزلة، الشيعة، المرجئة، ورافق ظهور المذهب الخارجي بالمغرب دخول مذهب المعتزلة الواصلية أتباع واصل بن عطاء الذين ظهروا في طنجة وفي ماسة وكنسة إلى آخره. إذن لابد من التذكير، لماذا ذكرت هذه الأخيرة؟ بأن لابد من التذكير بأن الفكر الشيعي والخوارج والاعتزال قد تقلص في المغرب قبل شهرة وانتشار الفكر الأشعري. أجد بهذه الفراق لماذا؟ حتى نضع مقاربة تاريخية لها ولعقائدها ونتساءل لماذا انضطرت هذه الفرق وعقائدها
يحقه من المدح أو الذم. وعلى ضوء هذا الميزان نبين للناس هل المذهب الأشعري مضيء للحق موافق للسنة على اختلاف مدارسه وتنوع مراحله، أم هو متفاوت في ذلك؟ وكلنا يتحدث ويعرف العقيدة الأشعرية، المذهب الأشعري، الفرقة الأشعرية إلى غير ذلك. هل الأشعرية مدرسة واحدة أم هناك مدارس؟ نعم، أن المدرسة الأشعرية ليست مدرسة واحدة وإنما هي مدارس. هناك المدرسة الكلابية، ثم مدرسة معتزلة الأشاعرة، ثم مدرسة متفلسفة الأشاعرة. ولكل مدرسة